السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد قيس عبد الغني خبير أسواق المال في فقرة التحليل الفني الأسبوعية لأهم أزواج العملات وأهم السلع والمؤشرات ليوم الاثنين الموافق 14 من سبتمبر من العام 2020. ومثل ما تلاحظون إخواني الأعزاء ومثل ما تعودنا في بداية التحليل الفني الأسبوعي، قبل أن نبدأ في التحليل الفني نستعرض أهم البيانات الاقتصادية التي سوف تصدر خلال هذا الأسبوع والذي لها الكثير من التأثير على حركة الأسعار وقت صدور هذه البيانات الاقتصادية. ويمكنكم الاطلاع على الرزنامة الاقتصادية من خلال موقعي الإلكتروني من قسم الأخبار الاقتصادية، والذي سوف يظهر لكم الرزنامة بالتعاون مع الموقع الاقتصادي الأفضل على مستوى العالم، وهو موقع investing.com. إذا إخواني الأعزاء، نلاحظ أن جميع الأوقات المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة. إذا نبدأ أهم البيانات ليوم الثلاثاء الموافق 15 من سبتمبر من العام 2020، وسوف يكون لدينا في تمام الساعة 4:30 صباحا محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية على الدولار الكندي، ثم يليها بعض الأنباء الهامة على الباوند البريطاني في تمام الساعة 9 صباحا، وهو معدل الدخل متضمن العلاوات ومعدل التغير في البطالة، ويليها في تمام الساعة 12 مؤشر زو لمعنويات الاقتصاد الألماني والذي يؤثر على حركة اليورو بشكل مباشر. إذا أخواني الأعزاء، ننتقل إلى يوم الأربعاء الموافق 16 من سبتمبر من العام 2020. هناك عاصفة من البيانات الأمريكية سوف تصدر، ويعتبر هذا الأسبوع أسبوع ناري بالبيانات الاقتصادية، ونتوقع له التذبذب الكبير جدا في الأسعار، وسوف يكون لدينا في يوم الأربعاء 16 من سبتمبر في تمام الساعة 9 صباحا مؤشر أسعار المستهلكين على الباوند البريطاني، والذي يقيس مدى التضخم والانكماش في الاقتصاد البريطاني. ثم سوف يصدر في تمام الساعة 3:30 مساء مبيعات التجزئة على الدولار الأمريكي، ثم بنفس التوقيت يصدر لدينا مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على الدولار الكندي، يليها بيانات مخزون النفط الأمريكي الخام في تمام الساعة 5:30 مساء، وثم ندخل هنا البيانات الهامة والنارية على الدولار الأمريكي في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وهي التوقعات للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وتقرير لجنة السوق المفتوح الفيدرالي، وقرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي. ثم سوف يكون لدينا مؤتمر صحفي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في تمام الساعة 9:30 مساء. ثم أخواني الأعزاء، نتوقع التذبذب الشديد للدولار الأمريكي في يوم الأربعاء، ثم يليه في يوم الخميس الموافق 17 من سبتمبر من العام 2020 تصدر بعض البيانات الهامة على الدولار النيوزيلندي في تمام الساعة 1:45 صباحا، وهو الناتج الإجمالي المحلي، وأيضا سوف يصدر لدينا في تمام الساعة 4:30 صباحا معدل التغير في التوظيف على الدولار الاسترالي، وبعض الأنباء الهامة على الين الياباني في تمام الساعة 7:30، وهو تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك اليابان، والذي من خلاله سوف يتم الإفصاح عن السياسة النقدية التي سوف ينتهجها البنك المركزي الياباني خلال الفترة القادمة لما بعد جائحة كورونا. ثم في تمام الساعة 10 صباحا أيضا سوف يكون لدينا مؤتمر صحفي لبنك اليابان، وفي تمام الساعة 12 لدينا صدور خبر مؤشر أسعار المستهلكين على اليورو، والذي يقيس مدى التضخم والانكماش في منطقة اليورو، ومن ثم سوف يكون لدينا بيانات نارية على الباوند البريطاني، وهي قرار الفائدة الصادر عن بنك إنجلترا المركزي، وأيضا محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في ذات التوقيت، وهو الساعة 2 مساء بتوقيت مكة المكرمة. ثم يليه بعض الأنباء الهامة على الدولار الأمريكي في تمام الساعة 3:30 مساء، وأهمها تصاريح البناء ومعدلات الشكاوى من البطالة ومؤشر فيلاديفيا للصناعات التحويلية. ثم تختتم البيانات الاقتصادية للأسبوع اليوم الجمعة الموافق 18 من سبتمبر من العام 2020 مبيعات التجزئة
الأجزاء في تمام الساعة 9 صباحا على الباوند البريطاني، ويختتم الأنباء بخبر على الدولار الكندي في تمام الساعة 3:30 مساء، وهو مبيعات التجزئة الكور الأساسية باستثناء السيارات. إذن أخواني الأعزاء، هذه هي أهم البيانات الاقتصادية التي سوف تصدر خلال هذا الأسبوع، وسوف تكون نارية، ونتوقع العديد من التذبذبات والحركة القوية على أزواج العملات وعلى السلع، وأهمها ملك الملاذات الآمنة الذهب. إذن أخواني الأعزاء، ننتقل إلى فقرة التحليل الفني الأسبوعية، ونبدأ بتحليل مؤشر الدولار الأمريكي، الدولار إندكس DXY. نلاحظ أن الدولار الأمريكي لا زال يتداول في منطقة حرجة وحساسة، ويدخل في أكبر تحدي للدولار الأمريكي، وهو في حال تمكن من الثبات أعلى مستوى 93، وتمكن من العودة للصعود ومهاجمة 93.80 والثبات أعلاها واختراقها، من الممكن أن نشاهد قوة وعودة قوة الدولار الأمريكي الذي قد تصل بالمؤشر إلى مستويات 95.96 تزامنا مع خبر الفائدة على الدولار الأمريكي ومحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. إذن أخواني الأعزاء، قد نشاهد خلال اليوم وخلال الغد بعض من التداولات العرضية لمؤشر الدولار الأمريكي تحضرا لخبر الفائدة على الدولار الأمريكي. إذن السيناريو المتوقع هو ثبات الأسعار أعلى 93، يرجح استئناف الصعود ومحاولة اختراق 93.80 واستعادة أمجاد الدولار الأمريكي والصعود واستهداف مستويات 95.96 للمؤشر. أما في حال مؤشر الدولار كسر مستويات 93 وتمكن من الثبات دون هذه المستويات، فمن الممكن أن يعاود الدولار الأمريكي مرحلة الضعف، وأن يدخل مرة أخرى في موجة الضعف، والذي قد تصل به إلى مستويات 91.50 و91. إذا مفتاح التداول للأسبوع الحالي هو مستوى 93، يجب متابعة هذا المستوى بحذر، وسوف أتابع معكم أولا بأول من خلال فقرة التحليل الفني اليومية الذي يتم إصدارها على قناتي في اليوتيوب. فأتمنى منكم عمل اشتراك للقناة من أجل أن يصلكم كل جديد بشكل مستمر. إذا أخواني الأعزاء، ننتقل إلى تحليل زوج اليورو دولار، ونلاحظ أخواني الأعزاء أن زوج اليورو دولار يسير في نطاق عرضي ضيق. نلاحظ ما بين حركات تذبذبية عرضية محصورة ما بين دعم ومقاومة، وحاليا بعد الهبوط الذي شهده زوج اليورو دولار لاحظنا بعض من التصحيح، ولكن حاليا بدأت العودة للأسعار إلى مستوى مفتاح الاتجاه والمستوى المقاومة القوي جدا والمحوري الماثل عند مستوى سعر 1.18560، ونعود مجددا إلى هذا المستوى الذي وقفنا عنده في التحليلات السابقة الكثير من الأسابيع السابقة، وهو مستوى مهم جدا. الثبات أعلى هذا المستوى واختراقه يرجح العودة إلى مستويات 1.20000، أما الثبات أسفل مستوى 1.18560 وفشل الأسعار في اختراقه والثبات أسفله، من الممكن أن يرجح عودة سعر زوج اليورو دولار إلى مستويات 1.17000، وقد نشاهده يصل إلى 1.14950، ولكن يجب الحذر من زوج اليورو دولار، لأن هناك لدينا بيانات قوية جدا على الدولار الأمريكي خلال هذا الأسبوع، فنتوقع له التذبذب. يجب مراقبة مستوى 1.18560 بحذر، وكيفية معرفة أن السعر تمكن من الاختراق أم لا. على سبيل المثال، إذا كنا أصدرنا التحليل على فريم 4 ساعات ونتداول على فريم 4 ساعات، في حال تمكنت الشمعة من الإغلاق أعلى مستوى 18560 بشمعة صاعدة، وتكونت شمعة صاعدة أخرى أعلى هذا المستوى، هنا يتم تأكيد الاختراق. أما في حال أن الشمعة بمجرد صعودها مثل ما لاحظنا صاعدة صعدت إلى أعلى المستوى، لكن سرعان ما انسحبت وأغلقت أسفل، وشمعة أخرى صاعدة صعدت وأغلقت أسفل هذا المستوى، لا يعتبر اختراق لهذا المستوى بتاتا، ولكن
ولكن يعتبر أنه لا تزال هناك العديد من المحاولات، ولا يتم اعتبار الاختراق إلا إذا أقفلت الشموع متتالية في الصعود أعلى هذا المستوى. وبإذن الله تعالى ننظم لكم حلقات تعليمية أكثر عن الاختراق والكسر الحقيقي والاختراق والكسر الكاذب من خلال التحليل الفني، وأيضا عن مواضيع البرايس أكشن. إذن أخواني الأعزاء، ننتقل إلى تحليل آخر، وهو تحليل زوج الباوند دولار. لاحظنا أخواني الأعزاء، زوج الباوند دولار بدأ ودخل في هبوط حاد جدا وفي موجة هابطة، وحاليا تمكن هذا الزوج من كسر المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم، وأيضا تمكن من كسر منطقة الدعم القوية والماثلة عند 1.28600، وبعد أن تم كسرها تحولت إلى منطقة مقاومة جديدة. إذن إلى أين يتجه زوج الباوند دولار؟ لدينا مفتاح التداول لهذا الأسبوع، وهو مستوى سعر 1.28600. ثبات الأسعار أسفل هذا المستوى وأسفل المتوسط المتحرك يمد السعر بنوع من السلبية من أجل استهداف مستويات 1.27000، وأيضا قد يصل السعر إلى مستويات 1.24000 خلال التداولات الأسبوعية. أما في حال أن الأسعار صعدت وتمكنت من اختراق مستويات 28600 والثبات أعلاها، وتمكنت أيضا من اختراق المتوسط المتحرك بعد أن تم كسره، فمن الممكن أن نشاهد عودة لزوج الباوند دولار، قد تصل إلى مستويات 1.30300 وقد تصل إلى مستويات 1.31000، ولكن السيناريو الهابط هو المرجح واستئناف الهبوط هو المرجح. ويجب الحذر أن لدينا خلال هذا الأسبوع خبر الفائدة على الدولار الأمريكي وأيضا على الباوند البريطاني، نتوقع حدوث تذبذبات عالية جدا على هذا الزوج، ويجب الحذر في التداولات لهذا الزوج خلال الأسبوع الحالي. وسوف نتابع معكم بإذن الله تعالى أولا بأول من خلال فقرة التحليل الفني اليومية الذي أصدرها خلال قناتي في اليوتيوب صباح كل يوم. إذن أخواني الأعزاء، ننتقل إلى زوج الدولار ين. نلاحظ أن زوج الدولار ين لا زال يتداول أسفل خط الاتجاه الهابط الترند لاين، ونلاحظ أن هذه المنطقة منطقة قوية جدا يلتحم معها المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم، مكون مقاومة أخرى بجانب خط الاتجاه الهابط، وأيضا يقترب من نقطة البايفيت ونقطة المحور الماثلة عند مستوى سعر 106.500. وثبات الأسعار أسفل المتوسط المتحرك وأسفل 106.500 ترجح بعودة الأسعار إلى الهبوط مجددا لمستوى سعر 104. أما في حال أن الأسعار تمكنت من الصعود واختراق هذه المستويات القوية والثبات أعلى 106.500، قد نشاهد زوج الدولار ين يصل إلى مستويات 108 108.500 خلال التداولات لهذا الأسبوع. إذن مفتاح التداول للأسبوع الحالي هو مستوى سعر 106.500. ثبات الأسعار أسفل هذا المستوى تؤهل العودة لمستويات 104، أما اختراقها والثبات أعلى هذا المستوى تؤهل عودة الأسعار إلى مستويات 108. ولكن حاليا يسير هذا الزوج بشكل عرضي متذبذب، ونلاحظ حتى مؤشر تذبذب الستوكستيك يسير بشكل عرضي بالقرب من مستويات 50. إذن أخواني الأعزاء، ننتقل إلى زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي، ونلاحظ أن الزوج يحاول السير في قناة فرعية هابطة، وحاليا يصل بالقرب من منطقة المقاومة القوية جدا الماثلة عند مستوى سعر 1.31900، والذي يقترب منها المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم. إذن ثبات الأسعار أسفل منطقة 1.31900 يرجح عودة الأسعار والهبوط إلى مستويات 1.29400. أما في حال تمكنت الأسعار من اختراق مستوى 31900 والثبات أعلاها، قد نشاهد عودة الأسعار إلى مستويات 1.35000 خلال التداولات للأسبوع الحالي. إذن السيناريو الهابط هو المرجح،
وذلك لعدة أسباب فنية، أهمها أن الأسعار تتداول في قناة فرعية هابطة، وأيضا تتداول أسفل المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم، ونلاحظ أن الأسعار بدأت تقترب من مناطق التشبعات في الشراء بالقرب من مستويات الثمانين. إذا أخواني الأعزاء، ننتقل إلى زوج آخر وهو زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرانك السويسري، ونلاحظ أن الزوج لا زال يسير في ظل قناة رئيسية هابطة، تتداول الأسعار أسفل خط الاتجاه الهابط وأسفل المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم، والذي يكون مقاومة متحركة قوية جدا. إذا أخواني الأعزاء، نلاحظ تداولات هذا الزوج محصور ما بين الدعم التاريخي الماثل عند مستوى سعر 0.90 ألف، وما بين المقاومة القوية الماثلة عند مستوى سعر 0.92 ألف و500. إذا أخواني الأعزاء، نتابع في حال تمكنت الأسعار من الهبوط وكسر مستوى 0.90 ألف، قد نشاهد انهيار في هذا الزوج يصل إلى مستويات 0.88 ألف خلال الأسبوع الحالي. أما في حال أن الأسعار تمكنت من الارتداد والصعود مجددا، قد نشاهد عودة هذا الزوج للصعود لإعادة اختبار مستويات 0.92 ألف خلال الأسبوع الحالي. ولا ننسى أن هناك أخبار قوية جدا على الدولار الأمريكي، وهي خبر الفائدة، ونتوقع هناك الحركة قوية جدا وتذبذب عالي خلال الأسبوع الحالي. إذا أخواني الأعزاء، ننتقل إلى زوج الباوند ين الملقب بالمجنون، ونلاحظ أخواني الأعزاء أننا تحدثنا عن قوة هذه المنطقة، منطقة المقاومة الماثلة ما بين 140.600 و142 خلال التحليلات السابقة في الأسابيع السابقة، ونلاحظ أن السعر بمجرد الوصول إليها بدأ بالهبوط وكسر خط الاتجاه الصاعد، وبدأ في الدخول في موجة عنيفة من الهبوط، تمكنت من كسر المتوسط المتحرك، وبدأ السعر بالتوجه إلى مستويات 134، وهي منطقة المحور ونقطة البايفت لهذا الزوج على الفريم اليومي. إذا أخواني الأعزاء، من الممكن أن نشاهد بعض التصحيحات لهذا الزوج، ومن ثم استئناف الهبوط إلى مستويات 134. في حال تمكن من كسر هذا المستوى، قد يدخل هذا الزوج في موجة هابطة تصل به إلى مستويات 130. إذا أخواني الأعزاء، السيناريو المتوقع بعض من الصعود وبعض من التصحيحات لإعادة اختبار كسر مستوى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم، ثم استئناف الهبوط لمنطقة 134، وفي حال تمكن السعر من كسرها فمن الممكن أن نشاهد المجنون يصل إلى مستويات 130 مجددا. إذا أخواني الأعزاء، ننتقل إلى زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية، ونشاهد أن هذا الزوج عنيد جدا، وأن الدولار الأمريكي يحاول الهجوم مرارا وتكرارا وتحقيق وتسجيل أرقام قياسية جديدة للدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية. إذا أخواني الأعزاء، نتفق على عدة نقاط: أن زوج الدولار ليرة يسير في ظل قناة رئيسية صاعدة، تداول أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم، أيضا يتداول أعلى منطقة الدعم الماثلة أمامكم بالخط الأسود، والذي تكمن عند سعر 7.45. وتحدثنا سابقا ثبات الأسعار أعلى هذا المستوى يرجح استئناف الصعود وتحقيق مستوى 7.50 و7.60 خلال الأسبوع الحالي. إذا أخواني الأعزاء، نرجح السيناريو الصاعد واستهداف مستويات 7.50 و7.60 بشرط ثبات الأسعار أعلى مستويات 7.45. أما في حال أن السعر تمكن من الهبوط وكسر مستويات 7.45، فمن الممكن أن يعاود السعر للهبوط إلى مستويات 7.33 خلال الأسبوع الحالي. وننوه أن لدينا بيانات قوية جدا على الدولار الأمريكي، وهي خبر الفائدة خلال الأسبوع الحالي، والذي قد نشاهد بعض من الحركة القوية على هذا الزوج، ومن الممكن خلال الأسبوع الحالي نشاهد مستويات 7.60 على زوج الدولار مقابل الليرة التركية. أيضا نلاحظ أن مؤشر تذبذب ستوكستيك يقترب من منطقة الدعم الماثلة عند مستوى 80، وإلى الآن يحاول خلق تقاطعات إيجابية قد تعزز برفع الأسعار إلى مستويات أقوى ومستويات تصل إلى 7.60. إذا سوف أتابع معكم أولا بأول من خلال قناتي على اليوتيوب من فقرة التحليل الفني اليومي الذي أصدرها صباح كل يوم على قناتي في اليوتيوب، وبإذن الله تعالى إذا لديكم أي أسئلة سوف أضع لكم حسابي على تويتر في صندوق الوصف، يمكنكم الاستفسار من خلاله. إذا ننتقل أخواني الأعزاء إلى تحليل
ملك الملاذات الآمنة الذهب، ونلاحظ أن الذهب لا زال يسير في القناة الرئيسية الصاعدة، يتداول أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم، لا زال يتداول أعلى نقطة البايفت وأعلى نقطة المحور 1930 الذي حددناها منذ شهر سابق. قد يتساءل الجميع أن ملك الملاذات الآمنة يتداول في نفس النطاق، نلاحظ أن الذهب يتداول بشكل عرضي محصور ضيق بالقرب من منطقة الدعم الماثلة عند مستوى 1930، ولا زلنا على نفس الكلام ونفس السيناريو، ثبات الأسعار أعلى مستويات 1930 تدعم السعر في الصعود واستهداف مستويات 2000 و2050. ولا ننسى أن لدينا بيانات مهمة على الدولار الأمريكي تؤثر تأثير مباشر على ملك الملاذات الآمنة الذهب. إذن إخواني الأعزاء، نتابع ثبات الأسعار بالقرب من 1930، الثبات أعلاها والارتداد وظهور البرايس أكشن يؤهل لنا استئناف الصعود وتحقيق مستويات 2000 و2050 خلال الأسبوع الحالي. أما في حال أن الأسعار تمكنت من الهبوط وكسر مستويات 1930 والهبوط دون هذه الأسعار، من الممكن أن نشاهد انهيار الملك الملاذات الآمنة يصل إلى مستويات 1880 و1850، وقد يصل إلى مستويات 1830 خلال الأسبوع الحالي. إذن نتابع مستوى 1930 ونتابع الإغلاقات، وسوف أتابع معكم من خلال فقرة التحليل الفني الأسبوعي على قناتي في اليوتيوب أولا بأول التحركات اليومية لملك الملاذات الآمنة، ونتابع كل التغيرات بإذن الله تعالى. إذن أخواني الأعزاء، ننتقل إلى الفضة، ونلاحظ أخواني الأعزاء أن الفضة تسير متأثرة بملك الملاذات الآمنة ومتأثرة أيضا بمؤشر الدولار الأمريكي، ولكن إلى الآن لا زالت تعتبر الفضة صاعدة، تتداول أعلى الترند الصاعد، خط الاتجاه الصاعد، وأعلى المتوسط المتحرك، وأعلى نقطة البايفت ونقطة المحور الماثلة عند مستوى 26.400. إذن الثبات أعلى هذه المنطقة والارتداد منها يرجح إعادة الصعود واستهداف مستويات 28 ومستويات 30. أما في حال أن الأسعار هبطت وتمكنت من كسر مستوى 26.400 والذي يلتحم معه خط الاتجاه الصاعد، فمن الممكن أن نشاهد هبوط للفضة قد يصل إلى مستويات 24.720، وقد يصل إلى مستويات 22 و20 خلال التداولات في الأسبوع الحالي. إذن أخواني الأعزاء، ننتقل إلى تحليل النفط الخام. نلاحظ أيضا أن النفط الخام تعرض لبعض من الهبوط القوي خلال الأسبوع السابق، وحاليا يتداول السعر عند مستوى 37.63، يقترب من منطقة المقاومة المحورية الماثلة عند 38. اختراق مستوى 38 يرجح العودة للأسعار إلى مستويات 41. أما في حال أن الأسعار فشلت في اختراق مستويات 38 وتمكنت من استمرار النزيف والثبات دون مستويات 38، قد نشاهد استئناف عودة الهبوط للنفط الخام والهبوط إلى مستويات 34.50، وقد نشاهد أيضا مستويات 32 خلال الأسبوع الحالي. إذن نتابع مفتاح التداول للنفط الخام لهذا الأسبوع هو مستوى سعر 38، نتابع الإغلاقات والتحركات عند هذا المستوى، وسوف أتابع معكم أولا بأول من خلال فقرة التحليل الفني اليومية الذي أصدرها في قناتي على اليوتيوب كل التحديثات للنفط الخام. إذن أخواني الأعزاء، ننتقل إلى تحليل قائد السوق الأمريكي، مؤشر الداو جونز الصناعي. نلاحظ أن مؤشر الداو جونز تمكن من كسر القناة الرئيسية الصاعدة ويحاول تكوين قناة فرعية هابطة. إذن مؤشر الداو جونز إلى أين يتجه؟ قد نشاهد أن مؤشر الداو جونز قد يصعد تصحيحا إلى مستويات 28300، وثبات مؤشر الداو جونز أسفل مستوى 28300 يرجح عودة السعر للهبوط مجددا واستهداف مستويات 27200 و26500 خلال الأسبوع الحالي. ولكن في حال تمكن السعر من اختراق مستويات 28300 والثبات عليها، قد يرجح عودة الأسعار إلى مستويات 29000 و29600. إذا مفتاح التداول للأسبوع الحالي هو مستوى سعر 28300، نتابع الإغلاقات والتحركات لمؤشر الداو جونز بالقرب من هذا المستوى الهام جدا، وبإذن الله سوف أتابع معكم أولا بأول
بأول من خلال فقرة التحليل الفني اليومية تحركات مؤشر الداو جونز. إذا ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر الداكس الألماني، ونلاحظ أخواني الأعزاء أن الداكس يتداول محاولا الخروج من القناة الرئيسية الصاعدة، ولكن شاهدنا أنه بدأ في الصعود. أعلى منطقة المقاومة الماثلة عند مستوى سعر 13135، والثبات أعلى هذا المستوى بالتداولات يرجح بعودة السعر لمحاولة العودة للقناة الرئيسية الصاعدة، وقد نشاهد مؤشر الداكس الألماني يصل إلى مستويات 13500 و13750 خلال الأسبوع الحالي، في حال وبشرط ثبات الأسعار أعلى مستوى 13135. أما في حال أن السعر فشل في التداول أعلى هذا المستوى وتمكن من كسره والثبات دونه، فمن الممكن أن نشاهد عودة الأسعار لمؤشر الداكس الألماني أن تهبط إلى مستويات 12698، وقد نشاهدها أيضا تهبط إلى مستويات 12300. إذن أخواني الأعزاء، سوف نتابع معكم بفقرة التحليل الفني اليومية أيضا الذي تصدر صباح كل يوم من خلال قناتي على اليوتيوب، كل التغييرات والتحديثات لمؤشر الداكس الألماني بإذن الله تعالى. وأتمنى منكم عمل اشتراك في قناتي على اليوتيوب من أجل أن يصلكم كل جديد، وأتمنى منكم أن تقوموا بمشاركة المقطع في وسائل التواصل الاجتماعي من أجل أن تعم الفائدة بشكل أكبر. وأشكر لكم حسن المتابعة، وتقبلوا مني أطيب التحيات، وفي أمان الله.